الفيلم الوثائقي Chasing Coral قصة عمل استغرقت 3 سنوات لتصوير الخسارة الحاصلة في المرجان. مع التلوث الحاصل في العالم بفعل الإنسان، ارتفعت درجة حرارة الماء في المحيطات الذي امتص 90% منها. ويقوم الفيلم بدراسة ظاهرة ابيضاض المرجان في الجريت بارير ريف الموجود في استراليا. الفيلم من إخراج جيف أورلاسكي الذي جمع فريق من الغواصين المصورين والعلماء الذين عملوا معا لمدة 650 ساعة في 30 دولة حول العالم. وكان التحدي الحقيقي في الفيلم هو طريقة تثبيت وضعية الكاميرا يدويا كل يوم للحصول على الصور، خاصة مع تغير الظروف تحت الماء. ابيضاض المرجان دليل قاطع على ارتفاع درجة الحرارة في المحيطات حول العالم. المرجان في حالته الصحية يكون جميلاً ومليئاً بالألوان الزاهية التي تمتع نظر الغواصين إليها. كم هو مؤسف أن يكون تمدن الإنسان على حساب تلك الكائنات المهمة. مشاهدة ممتعة.